مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة ونبدأها بالعناوين. أكثر من 570 ألف طالب وطالبة يتوجهون غدا الأحد إلى مقاعدهم الدراسية في مختلف محافظات السلطنة، ووزيرة التربية والتعليم تثمن الجهود المخلصة للارتقاء بالعملية التعليمية. السلطنة تتوج بكأسي العالم للتصوير الضوئي في فئة الشباب بكوريا الجنوبية. واشنطن وموسكو تتحدثان عن بوادر لإبرام اتفاق لوقف الأعمال القتالية في سوريا. وفي أخبار الاقتصاد تتابعون: أكثر من مليار ريال عماني واردات السلطنة من السلع الغذائية خلال العام الماضي. ومن أبرز أخبارنا الرياضية: معسكر شباب الأندية بمحافظة ظفار يختتم فعالياته بمشاركة شبابية كبيرة من مختلف محافظات السلطنة. نحو 573 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات السلطنة يتوجهون إلى مقاعدهم الدراسية غدا مع بداية للعام الدراسي الجديد 2016-2017. وارتفع عدد طلاب المدارس الحكومية هذا العام بمقدار 32,922 طالبا وطالبة عن العام الدراسي الماضي، كما يقدر عدد المعلمين لهذا العام ب 56,607 معلمين ومعلمات. هذا وقد أعلنت كافة مديريات التربية والتعليم في المحافظات استعداداتها لاستقبال الطلبة والطالبات. هذا وقد هنأت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مثمنة دور كل من المعلمين والمعلمات وكافة التربويين على ما بذلوه من جهود مخلصة في تعليمهم والارتقاء بمستوياتهم التحصيلية ودور الآباء والأمهات في تحقيق أهداف الوزارة. يطيب لي مع إشراقة العام الدراسي الجديد أن أتقدم إليكم بالتهنئة الخالصة، داعية المولى العلي القدير أن يكون هذا العام عاما مكللا بالنجاح، ويسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى جميع المعلمين والمعلمات الذين انضموا إلى الأسرة التربوية، كما أرحب أجمل ترحيب بالمعلمين والمعلمات من الدول الشقيقة الذين يشاركوننا في أداء الرسالة التربوية النبيلة، راجية لكم جميعا التوفيق والسداد. وترجمة للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، فإن الوزارة مستمرة في نشر التعليم وتجويده، حيث شهد هذا العام الدراسي تعيين أكثر من 1700 معلم ومعلمة، من بينهم خريجو الدفعة الأولى من برنامج التأهيل التربوي على المستوى الوطني، وافتتاح ما يقارب 55 مبنى مدرسيا في مختلف محافظات السلطنة. واستمرارا لنهج الوزارة في تطوير العملية التعليمية، فقد شرعت في تبني السلاسل العالمية في مواد العلوم والرياضيات، لتتاح لأبنائنا الطلبة والطالبات فرصة دراسة هذه المواد وفق المستويات الدولية. كما نأمل أن يشهد هذا العام
تطبيق لائحة شؤون الطلاب في المدارس الحكومية بصيغتها الجديدة، والتطبيق التجريبي لمشروع تصنيف المدارس الخاصة وفق معايير محددة لضمان جودة التعليم بها. وفي هذا السياق فقد عدت الوزارة برنامجاً تدريبياً ينفذ خلال العام الدراسي الحالي لتعزيز قدرات المنظومة التربوية على التوظيف الأمثل للمؤشرات التربوية، لا سيما الإدارات المدرسية التي نعول عليها كثيرا في الارتقاء بمنظومة العمل المدرسي. ولا يفوتني أن أشيد في الوقت نفسه بجهود مجلس التعليم الموقر في اعتماد جائزة الإجادة التربوية التي يجري حالياً تطوير أطرها التنفيذية لتكون إضافة نوعية في منظومة تحفيز المعلمين في النظام التعليمي بالسلطنة. لقد أولى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله اهتماماً كبيراً بالشباب إعداداً ورعاية من خلال فتح مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وإيجاد فرص الابتعاث للدراسة خارج السلطنة. وليس أدل على ذلك مما حظي به إخوانكم وزملاؤكم خريجو دبلوم التعليم العام من فرص لإكمال دراستهم داخل السلطنة وخارجها، ومنها تلك المنح الدراسية المخصصة لإعداد معلمين في بعض التخصصات التربوية خارج السلطنة مواكبة للاحتياجات المستقبلية للوزارة. إننا إذ نؤكد الدور الفاعل لمجالس الآباء والأمهات في خلق الشراكة بين البيت والمدرسة، لندعوكم لبذل مزيد من الجهد في توجيه أبنائكم الطلبة والطالبات بضرورة الالتزام بزمن التعلم الفعلي خلال الفصلين الدراسيين والمثابرة والتحلي بالقيم الفاضلة، فهذا الوطن أوكل إلينا جميعا مسؤولية تربية أبنائه وتعليمهم والارتقاء بهم علميا وخلقيا. توجت السلطنة بكأس العالم للتصوير الضوئي في فئة الشباب تحت سن 21 عاما وكأس العالم تحت سن 16، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي الذي يعقد في جمهورية كوريا الجنوبية. في جمهورية كوريا وضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي، تسلمت السلطنة كأس العالم للتصوير الضوئي لفئة الشباب تحت سن 21 عام وكأس العالم تحت سن 16 عام، وهو الإنجاز الذي نجح شباب السلطنة في تأكيد أحقيتهم الحفاظ عليه بعد عام 2012 وعام 2014 في تواصل جاد لحضور المصور العماني على منصات التتويج في أهم المسابقات التي يرعاها الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي. طبعا هذا الإنجاز جاء وهو دليل بأن مستوى التصوير الفوتوغرافي في السلطنة مبشر بالخير للأجيال اليانعة والتي ما دأبت إلا أن تنجز لوحات فنية تنبئ بأن الفوتوغرافيا العمانية هي فوتوغرافيا جادة، وأن مسيرة الضوء لازالت مستمرة وستستمر بإذن الله. الحفل اشتمل على توزيع الجوائز على المشاركين من مختلف دول العالم في مسابقات بينال صور الأبيض والأسود، بالإضافة إلى بينال الشباب، والذي استضافته السلطنة بنجاح للمرة الأولى، ما يفتح الباب لفعاليات عالمية أخرى في مجال الفنون البصرية. وأنا أعتقد أن التنظيم الجميل العماني للتصوير الضوئي لهذه الشريحة لفن التصوير الضوئي وتوزيع الجوائز اليوم أيضا وحصولهم على مراكز متقدمة وسبق أيضا وشارك في فعاليات مختلفة حول العالم سيعينهم بالتأكيد على مثل هذه الفعاليات، تؤهل السلطنة أن تكون محط أنظار، أن تعقد فيها كثير من الفعاليات، تقام فيها كثير من الأنشطة والمسابقات التي تجلب الكثير من شباب العالم ومصوري العالم، وأعتقد أنها هي واحدة من الآليات التي يمكن من خلالها أن نبرز السلطنة كنافذة سياحية والتعريف بالسلطنة. وسبق الحفل افتتاح المعرض للزوار والمشاركين، حيث خصص ركن لكل دولة من الدول الفائزة تصدرته صور السلطنة الفائزة بكأسي العالم للشباب والصور الحائزة على الميداليات الفردية. When I opened the exhibition center in Moscow,
عندما قررنا افتتاح مركز معارض الثياب بالشرق الأوسط في مسقط، كنا على قناعة من أن شراكتنا مع عمان ستنجح، وهي كذلك فعلا، ونتطلع إلى تنظيم فعاليات مشتركة قادمة لإتاحة الفرصة للمصورين من مختلف دول العالم لزيارة سلطنة عمان. المؤتمر الذي يعقد في كوريا تضمن فعاليات ثقافية وفنية حضرها أكثر من 350 مشارك يمثلون 69 دولة. وشاركت السلطنة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والذي يعقد كل عامين بحضور الدول الأعضاء لمناقشة الخدمات والاستراتيجيات والأهداف التي يسعى الاتحاد الدولي لتحقيقها. محافظة السلطنة على كأسي العالم للشباب دليل واضح على المستوى الفني والتقني الذي وصل إليه المصور العماني في السلطنة. لتلفزيون سلطنة عمان، أحمد بن سالم الكندي من مدينة جوجونغ، كوريا الجنوبية. تحدثت واشنطن وموسكو عن بوادر لإبرام اتفاق بوقف الأعمال القتالية في سوريا، في حين يواصل خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا اجتماعاتهم لحل بعض القضايا العالقة وإنجاز تفاصيل الاتفاق، مشددين على أن الطريق الوحيد لحل الصراع في سوريا سيكون عبر اتفاق سياسي. بعد مباحثات استمرت نحو 10 ساعات بجنيف، أعلنت الولايات المتحدة وروسيا إحراز تقدم في مساعي التوصل إلى اتفاق مبدئي لحل بعض المسائل التي تعيق إبرام هدنة في سوريا، لكن لا يزال يتعين عليهم تحديد آليات الاتفاق بشأن التعاون لحل الأزمة السورية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن خبراء البلدين سيبقون في جنيف لإنهاء المسائل العالقة وإنجاز تفاصيل الاتفاق، مؤكدا على ضرورة احترام اتفاقية وقف الأعمال العدائية في سوريا والعمل على إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة خصوصا في مدينة حلب، مجددا تأكيده على أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسيا وسلميا. اليوم يمكن القول أننا وصلنا إلى بعض الوضوح فيما يتصل بالطريق أمامنا نحو المستقبل في سوريا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن موسكو وواشنطن اتفقتا على عدد من النقاط المهمة بشأن سوريا، لكن ما زالت هناك بعض النقاط، من بينها إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المعرضين للخطر في سوريا. إذا كنا قادرين على إبرام اتفاق طويل الأجل بشأن وقف إطلاق النار، فسنكون قادرين على إحداث تغيير جذري حيال مسار النزاع في سوريا. المباحثات التي جمعت الوزيرين الأمريكي والروسي من شأنها أن تعيد أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات من جديد، ويحدث خرقا حقيقيا بالملف السوري. ميدانيا، قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب آخرون جراء سقوط برميلين متفجرين على حي المعادي في مدينة حلب السورية. وفي الشأن الإنساني، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الدفعة الثانية من سكان مدينة دارية بدأت بالخروج من المدينة متجهة إلى مراكز الإيواء في منطقة حرجلة وريف دمشق الغربي. وقال المرصد إن 6 حافلات وصلت وعددا من سيارات الإسعاف التي تحمل الجرحى والحالات الحرجة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تستكمل اليوم عملية خروج المدنيين والمسلحين وإدخال حافلات وسيارات إسعاف بإشراف من الأمم المتحدة والهلال الأحمر. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية تركية دمرت مستودعا للذخيرة جنوبية بلدة جرابلس الحدودية السورية، مستهدفة قواعد تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية إن اشتباكات دارت بين المسلحين السوريين المدعومين من تركيا مع مقاتلين ينتمون إلى القوات الكردية شمال سوريا في إطار الصراع للسيطرة على الأراضي الواقعة جنوب غربي جرابلس، والتي استولوا عليها مؤخرا من مسلحي تنظيم داعش.
في الشأن اليمني، شن طيران والتحالف العربي غارات جوية على مواقع للمسلحين الحوثيين وحلفائهم في عدة محافظات يمنية، واستهدفت الغارات معسكر السواد ودار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة. وفي محافظة حجة شنت مقاتلات التحالف 5 غارات جوية على مواقع للحوثيين والقوات الموالية لهم، كما استهدفت غارات جوية أخرى مواقع للمسلحين الحوثيين في محافظتي عمران وصعدة. في العراق قتل أكثر من 20 عنصرا من تنظيم داعش بانفجار سيارة وقصف جوي لطيران التحالف الدولي جنوب مدينة الموصل. وذكرت مصادر أمنية عراقية أن طيران التحالف الدولي شن ضربة جوية أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة، وقتل 12 عنصرا من التنظيم في قرية سعدية شمال شرق قضاء الحضر. وفي حادث آخر قتل 10 مسلحين من التنظيم جراء انفجار سيارة تحمل عبوات ناسفة على الطريق الواصل بين القيارة ومخمور. أدان مجلس الأمن الدولي قيام كوريا الشمالية بإطلاق 4 صواريخ باليستية في شهري يوليو وأغسطس، ووافق جميع أعضاء مجلس الأمن على أن أنشطة الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية تساهم في تطوير نظم الأسلحة النووية وتزيد التوترات بشبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة. وحث المجلس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مضاعفة جهودهم لفرض عقوبات ضد بيونغ يانغ. وفي وقت سابق أعرب المجلس عن قلقه الشديد من إطلاق كوريا الشمالية لـ6 صواريخ باليستية بين إبريل ويونيو، في تجاهل لبياناته المتكررة بوقف عمليات الإطلاق فضلا عن التجارب النووية التي تنتهك قرارات المجلس من قبل كوريا الشمالية. قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب آخرون من عناصر مسلحي طالبان خلال عملية للجيش الأفغاني في منطقة سانشاراك بإقليم ساريبول. وذكرت مصادر أفغانية أن المسلحين تكبدوا خسائر بشرية خلال الغارات الجوية للقوات الأفغانية في مناطق مسجد سابز وتوبخانة وجوانجوا بالإقليم. وأشارت المصادر إلى عدم وقوع ضحايا من المدنيين والقوات الأمنية في الغارات. من جهة أخرى، سيطر مسلحو حركة طالبان على منطقة مهمة استراتيجيا في إقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان. تواصلت الهزات الارتدادية في مدن إيطالية اليوم، أشدها كانت بقوة 4.2، وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى ما يقارب 300 شخص، في حين تواصل فرق الإنقاذ جهودها في البحث عن ناجين لا يزالون تحت الأنقاض في مدينة أمتراتشي. يشار إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب وسط إيطاليا الأربعاء الماضي بلغت شدته 6.2 على مقياس ريختر جنوب شرقية مدينة بروجيريا وعلى عمق 10 كيلومترات. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل: تنمية مهارات استخدام المناظير والتلسكوبات في دورة تدريبية تكشف أسرار الكون في الفضاء. هنا الرائحة العالقة بالذاكرة تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر حيث ملتقى الأسرة. امنح نفسك شغف التجربة، فهنا حكاية الجمال لا تنتهي. مهرجان صلالة السياحي 2016 من 15 يوليو إلى 31 أغسطس. عمان، المحبة والوئام. لا تقلق، هذه البطارية لا تحتاج إلى صيانة.
عنترة جولد ثمينة. أكثر من 570 ألف طالب وطالبة يتوجهون غدا الأحد إلى مقاعدهم الدراسية في مختلف محافظات السلطنة. ووزيرة التربية والتعليم تثمن الجهود المخلصة للارتقاء بالعملية التعليمية. السلطنة تتوج بكأسي العالم للتصوير الضوئي في فئة الشباب بكوريا الجنوبية. واشنطن وموسكو تتحدثان عن بوادر لإبرام اتفاق لوقف الأعمال القتالية في سوريا. تعرضت سفينة تجارية هندية للغرق إثر عطل فني في المياه الإقليمية للسلطنة في ساحل بحر العرب على بعد 15 ميلا بحريا شرق منطقة السويح الساحلية بولاية جعلان بني بوعلي. وكان على متن السفينة 11 فردا من طاقمها، تم إنقاذهم بجهود صيادين من الولاية وبالتعاون مع مركز شرطة جعلان بني بوعلي. وكانت السفينة قادمة من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة متجهة إلى المكلا بالجمهورية اليمنية حاملة 99 سيارة إضافة إلى مواد غذائية. بمشاركة 400 متسابق ومتسابقة اختتمت فعاليات مسابقتي مهرجان صلالة السياحي لحفظ القرآن الكريم والإنشاد. وتهدف الفعالية إلى الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وإبراز المواهب والإبداعات الشبابية في المجال الإنشادي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بمشاركة حوالي 400 مشارك من مختلف الأعمار اختتمت بمسرح المروج منافسات مسابقة مهرجان صلالة السياحي لحفظ القرآن الكريم في نسخته الرابعة. شاركت في المستوى الثالث وهي حفظ 10 أجزاء وأتيت بالمركز الأول ولله الحمد والمنة. فيا أيها المشاهدون عليكم بالقرآن ثم القرآن ثم القرآن، فإنه من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم ووفقه الله في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، هذا أول شيء فضل بيد الله، وأهني كل الفائزين، وصراحة أحيي الجهود المبذولة على القائمين في هذا المهرجان والاهتمام بالقرآن الكريم والتشجيع عليه. ستة مستويات كانت في هذه المسابقة، المستوى الأول حفظ القرآن كاملا، والمستوى الثاني 20 جزءا، والمستوى الثالث 10 أجزاء، والمستوى الرابع 5 أجزاء، والمستوى الخامس جزئي عمة وتبارك، والمستوى السادس جزء عمة. أنا أشكر القائمين على الجهود المبذولة في مسابقة حفظ القرآن، وهذا تشجيع للنشأة على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. حقيقة كانت هذه بدايتي أنا في حفظ القرآن الكريم، فتدرجت في المسابقة هذه من 10 أجزاء إلى الآن 20 جزء، وإن شاء الله في المستقبل القريب بنختم القرآن الكريم إن شاء الله. وحصلت على المركز الثالث في مسابقة جامعة السلطان قابوس وفي المستوى الخامس وحافظ 3 أجزاء، أتمنى من أولاد مثلي يحفظوا القرآن. وقد حصلت منى بنت علي العجيلية على المركز الأول في حفظ القرآن كاملا. أما حفظ 20 جزء فقد جاءت حنان بنت أحمد سعيد بيت رمضان في المركز الأول. أما جوائز المجيدين في هذه المسابقة فحصل عيسى بن علي عيسى العوائد على أفضل متسابق صغير، وأسماء بنت خويدم الشحرية فحصلت على جائزة أصغر مشارك. شاركت في مسابقة حفظ القرآن في جزء عامة وجيت المركز الأول، وأتمنى لبقية البنات أن يحصلوا على مراكز. مسابقة حفظ القرآن الكريم أصبحت من الفعاليات الرئيسية بمهرجان صلالة السياحي، والتي تهدف لتشجيع أبناء المجتمع لحفظ كتاب الله العزيز. من مسرح المروج
سالم زعبنوت المهري. أبرز الأخبار الاقتصادية توافينا بها الزميلة الشعثاء البريكي، تفضلي يا شعثاء. شكرا لك إبراهيم. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة طازج وصحي لكل العائلة. أهلا بكم. بلغ إجمالي قيمة واردات السلطنة من السلع الغذائية 1,132,900,000 ريال عماني خلال العام الماضي، بانخفاض نسبته 3% عن عام 2014، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير في السلع الغذائية 441,127,100 ريال عماني بارتفاع نسبته 3.4%. سجل سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي تداولات محدودة بلغت قيمتها 8,300,000 ريال عماني، وبلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تداولها الأسبوع الماضي 57 شركة. ارتفعت أسعار 10 شركات منها وتراجعت أسعار 30 شركة. كما سجل المؤشر الرئيسي للسوق الأسبوع الماضي تراجعا بإحدى 70 نقطة وأغلق على مستوى 5823 نقطة. وسجلت المؤشرات القطاعية تراجعا أيضا في مؤشر القطاع المالي الذي فقد 133 نقطة. أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن عدد محطات تعبئة الوقود التي تم افتتاحها منذ بداية يناير الماضي وحتى نهاية يوليو المنصرم بلغت 16 محطة منتشرة في مختلف محافظات السلطنة، موضحة أنها تتمثل في محطات نفط عمان وشل والمها. وأضافت الوزارة أنه تم إصدار 14 ترخيصا مؤقتا لإنشاء محطات جديدة أخرى، كما أكدت إلى أنها تسعى إلى تكملة الإجراءات القانونية لإصدار اللائحة التنظيمية المتكاملة لإقامة محطات تعبئة الوقود التي تحتوي على أفضل الخدمات الرئيسية وتأتي بانطباع جيد للقادمين للسلطنة. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. أنا دايماً أختار لأولادي حليب الصفوة لأنه غني بالكالسيوم والفيتامينات وخالي من المواد الحافظة، ولأنه يمنحهم الحيوية والنشاط. الصفوة طازج وصحي لكل العائلة. عصائر صفوة.
أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلاده سوف تستثمر 30 مليار دولار في البنية التحتية في إفريقيا خلال 3 سنوات المقبلة. وأوضح شينزو آبي أن استثمارات البنية التحتية ستتركز على أنظمة الطاقة الكهربائية والنقل والطرق والموانئ. تعهدت اليابان لزعماء أفارقة بتقديم استثمارات بقيمة 30 مليار دولار تضخ لتمويل مشروعات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية لنحو 10 ملايين شخص على مدار 3 سنوات تبدأ من العام الجاري. جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال افتتاح مؤتمر طوكيو الدولي 6 للتنمية الأفريقية في العاصمة الكينية. عندما دمج القطاع الخاص أتوقع أن المبلغ الإجمالي سيكون 30 مليار دولار، وهذا هو الاستثمار الذي لديه الثقة في مستقبل إفريقيا، استثمار لكل من اليابان وإفريقيا للنمو معا. وكانت اليابان في آخر مؤتمر عقد في 2013 قد تعهدت بتقديم 32 مليار دولار لأفريقيا على مدار 5 سنوات. ومنذ فترة طويلة تحرص اليابان الفقيرة في الموارد على الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة في أفريقيا، وتزاد هذا الاهتمام منذ زاد اعتمادها على واردات النفط والغاز الطبيعية بعد الكارثة النووية في فوكوشيما عام 2011 وإغلاق معظم المفاعلات النووية في اليابان. وآبي دعا لضم أفريقيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأعلن كذلك أن مؤتمر التنمية سيعقد كل 3 سنوات بدلا من 5، وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر خارج اليابان، ويحضره 35 من زعماء الدول فضلا عن وفود ورجال أعمال يصل عددهم إلى 10,000 من اليابان والمنطقة الأفريقية. وبلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية المباشرة في أفريقيا 1.24 مليار دولار في العام الماضي، انخفاضا من 1.5 مليار دولار في 2014 وفقا لبيانات منظمة التجارة الخارجية اليابانية. في المقابل بلغت استثمارات منافستها الصين في غينيا الاستوائية الغنية بالنفط 2 مليار دولار في شهر أبريل 2015 وحده. أعلنت مجموعة النقل الفرنسية ألستوم أنها أبرمت عقدا بقيمة 1.8 مليار يورو لبيع قطارات سريعة من الجيل الجديد لشركة سكك الحديد الأمريكية أمتراك. وقالت ألستوم إن عدد القطارات المباعة لشركة أمتراك بلغ 28 قطارا بإمكانها نقل 400 مسافر، موضحة أنه يمكن للقطار الجديد نقل أكبر عدد من المسافرين بنسبة 35% عن القطار الموضوع في الخدمة حاليا. وأشارت إلى أن القطارات السريعة الجديدة TGV ستربط بين بوسطن وواشنطن مرورا بنيويورك وفيلادلفيا لمسافة 730 كيلومترا. انتهت النشرة الاقتصادية وعودة لإبراهيم. أوربيت، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. نظمت الجمعية الفلكية دورة تدريبية هدفت إلى تنمية مهارات وقدرات أعضاء الجمعية الفلكية في استخدام المناظير والتلسكوبات في معرفة أسرار الكون في الفضاء من خلال علم الفلك. علم الفلك علم عريق ومتجدد ارتبط بالإنسان منذ انطلاقة حياته على هذا الكوكب، وترصد مناظره آفاق الفضاء الرحب، فتتوالى الاكتشافات الفلكية والابتكارات الفضائية وتزداد يوما بعد يوم معرفة أسرار هذا الكون الفسيح. من هذا المبدأ تواصل الجمعية الفلكية العمانية برنامجها لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، والدورة هذه ضمن البرنامج. فعاليتنا اليوم هي ورشة تدريبية تأهيلية لأعضاء الجمعية الجدد
الورشة تحتوي على شقين، الجانب النظري واللي كان صباح اليوم وصباح الغد بيكون، وحاليا مثل ما انتم شاهدين الجانب العملي التدريبي اللي هو يدرب الأعضاء على استخدام مناظير، تركيبها، معايرتها، استخدامها إلى آخره. ترسيخ علم الفلك من عدة نواحي، فمثلا إذا جينا على سبيل المثال عن رؤية الهلال، فهنالك تعاون بين دائرة الشؤون الفلكية والجمعية الفلكية العمانية، وتوعية المجتمع وتوعية الكادر التعليمي، فأيضا وزارة التربية والتعليم لها دور. قبيل غروب الشمس هنا يتجمع هؤلاء الأعضاء المتدربون على المناظير والتلسكوبات لرؤية النجوم والكواكب للبحث العلمي في آفاق السماء والفضاء الرحب. هذه الورشة تتضمن الكثير من الأشياء، محاضرات وورش عملية. هذه الورش العملية لها فائدة كبيرة في معرفة التلسكوبات، معرفة تركيب التلسكوبات، الرصد الليلي ورصد الشمس. شاركت اليوم في الورشة تركيب التلسكوبات، تعرفنا على المناظير وأنواعها، تعرفنا على أجزاء التلسكوبات، ركبناها بأنفسنا طبعا، وهذا يجعلنا أن احنا نكون قادرين نتعامل مع التلسكوبات إن شاء الله في الورشات القادمة، بنكون إن شاء الله احنا اللي بنركب التلسكوبات بأنفسنا. الدورة تهدف إلى تدريب أعضاء الجمعية على الجانب النظري في استكشاف الكون والقبة السماوية والنظام الشمسي والكواكب وأقمارها والهلال بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية، بالإضافة إلى ريادة الفضاء وتطبيقاته. اختزال الكلام هنا أنه في علم الفلك يدخل المرء في فضاء أوسع من الخيال، ولعل بهذه المناظير يسرح في عالم الكون ليرى ما لم تكتشفه العين المجردة. إبراهيم بن سالم الهادي من الجمعية الفلكية العمانية بمسقط. أبرز الأخبار الرياضية يوافينا بها الزميل عبد العزيز الوهيبي. عبد العزيز، وأبرز أخبارك الرياضية اليوم. أكيد الأخبار الرياضية معي بإذن الله. شكرا لك إبراهيم. فضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام في أخبار الرياضة. اختتمت فعاليات معسكر شباب الأندية بمحافظة ظفار وسط مشاركة كبيرة من مختلف محافظات السلطنة. المعسكر يهدف إلى صقل وإبراز مواهب الشباب في مختلف المجالات. إلى التفاصيل. معسكر شباب الأندية بمحافظة ظفار الذي شارك فيه 100 شاب من مختلف محافظات السلطنة هدف لتنمية مهارات الشباب المشاركين وصقل مواهبهم المختلفة. معسكر شباب الأندية حسب ما تم التخطيط له من البرامج، فقد أقيمت جميع البرامج بحمد الله رب العالمين وبتعاون جميع الشباب المشاركين، فقامت القرية التنمية بجميع أركانها من قبل الجهات الحكومية المتعاونة ومؤسسات المجتمع المدني، اشتملت على 7 أركان، كذلك القرية والورش التدريبية، 5 ورش تدريبية كلها أتمت بنجاح تام. استفدنا من خلال المشاركة من خلال الورش والمهارات التدريبية التي تدربنا عليها. الورش المعسكر حريص بوجود عديد من الورش التدريبية، عديد من الزيارات، واختيار صلالة كان بيئة مناسبة لإقامة المعسكر لما تحتوي من بيئة مناسبة لإقامة الفعاليات ككل. ورش تدريبية مختلفة أقيمت خلال فترة المعسكر، بالإضافة إلى زيارات عديدة للشباب المشاركين لمواقع سياحية بالمحافظة. معسكر شباب الأندية أول تجربة لي، الحمد لله أن اليوم حققت المركز الخامس كأول تجربة، هذا يعتبر إنجاز. طبعا نضيف إلى ذلك البيئة اللي اختارها محافظة ظفار، يعني مدينة جدا جميلة، بالجانب إلى الورشات اللي عملوها في المعسكر، طبعا تجربة جديدة استفدنا من خلالها أشياء كثيرة. حصلت على المركز الأول في معسكر شباب الأندية، وكانت هاي اول مشاركه لي في المعسكرات، والحمد لله رب العالمين استفدنا شيء كثير الكثير من الورشات، مثل ورشه التصوير، ورشه الخط، الورش الثانيه الاخرى، كلها الحمد لله رب العالمين استفدنا منهن. في الختام قام راعي المناسبه بتكريم المشاركين في المعسكر والحاصلين على المراكز الاولى. انشطه وبرامج متنوعه. وفي منافسات بطولة الخليج 26 للسباحة القصيرة وكرة الماء التي تستضيفها الدمام، رفع منتخبنا الوطني للمراحل السنية حصيلته من الميداليات إلى 11 ميدالية متنوعة،
وأضاف المنتخب 8 ميداليات منها 4 ذهبيات وفضيتان وميداليتان برونزيتان. وسجلت المنافسات إثارة كبيرة خاصة في السباقات التي شارك فيها سباحو المنتخب الوطني، حيث أثبت الجميع قدراتهم وكفاءتهم ومواهبهم في اقتناص الميداليات الملونة رغم قلة عدد لاعبي المنتخب مقارنة بالمنتخبات الخليجية المشاركة. قدم النادي الأهلي المصري مدربه الجديد حسام البدري الذي تولى إدارة الفريق للمرة الثالثة بعد رحيل الهولندي مارتن يول، حيث كان البدري قد درب القلعة الحمراء 2 مرات من قبل، الأولى في صيف 2009 لموسم واحد والثانية في مايو عام 2012 لموسمين، قاد خلالها الفريق للفوز بلقب الأندية الأفريقية الأبطال. الأهلي قدم البدري وجهازه الفني للإعلام في مؤتمر صحفي وسط إجراءات أمنية مشددة نظرا للتوتر بين مشجعي النادي والإدارة، خاصة بعد خروج المارد الأفريقي من منافسات الأندية الأبطال. في مسابقة الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم تعادل فريق كيلمارنوك مع فريق رانجرز بهدف لهدف، حيث تقدم فريق كيلمارنوك في الدقيقة 29 عن طريق بويد لاعب فريق رانجرز السابق، ومن ضربة حرة رائعة سجل المدافع جيمس تافيرنير هدف التعادل لفريق رانجرز في الدقيقة 59. بعدها حاول فريق رانجرز استغلال النقص العددي في صفوف كيلمارنوك وتسجيل هدف الفوز، لكنه فشل في هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي. وفي ملاعب الكرة الصفراء تأهل الإسباني بابلو كارينو لنهائي بطولة وينستون سالم المفتوحة للتنس بعد تغلبه على الأسترالي جون ميلمان، حيث نجح الإسباني كارينو من الفوز باللقاء بمجموعتين للا شيء بواقع 6-4 و7-6. وسيقابل كارينو في النهائي المصنف الثاني في البطولة الإسباني روبرتو بواتيستا الذي تغلب على الصربي فيكتور تريتشكي. ختام أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، ولا تنسوا أن تجددوا طاقاتكم لاستقبال أسبوع عمل جديد، وتذكروا دائما وأبدا أن العمل عبادة نؤجر عليها. في أمان الله. للمرة الأولى منذ نحو 200 عام أعادت اليونان افتتاح مبنى برج الرياح أمام الزوار بعد عملية ترميم شاملة لهذا المعلم الذي يوصف بأنه أول محطة للطقس في العالم. ختاما لهذه النشرة تذكير بأبرز العناوين: أكثر من 570 ألف طالب وطالبة يتوجهون غدا الأحد إلى مقاعدهم الدراسية في مختلف محافظات السلطنة. ووزيرة التربية والتعليم تثمن الجهود المخلصة للارتقاء بالعملية التعليمية. السلطنة تتوج بكأسي العالم للتصوير الضوئي في فئة الشباب بكوريا الجنوبية. وواشنطن وموسكو تتحدثان عن بوادر لإبرام اتفاق لوقف الأعمال القتالية في سوريا. في ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء.